المصالحة الداخلية الفلسطينية إذن التي تم إتمامها هذه المرة برعاية مصرية تبدو أكثر رسوخا على الأرض بحسب أغلب المراقبين وبحسب أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التقرير الذي تابعناه قبل قليل. الأمال تبدو معقودة هذه المرة وبحق على مصالحة فلسطينية جادة بعدما تم الولوج إلى أغلب القضايا التي كانت تشكل إشكالات حقيقية بين الجانبين على مدى عقد أو يزيد من الانقسام الداخلي. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار أهلا وسهلا بحضرتك. لماذا يبدو أن هناك أجواء من التفاؤل تخيم على الضفة الغربية وقطاع غزة سواء بسواء هذه المرة بعد عقد من الانقسام ومن محاولات الابتعاد عن هذا الانقسام؟ صحيح، سؤال بيطرح نفسه بقوة في هذا السياق فيما هو مرتبط بآليات نجاح هذه المصالحة أو هذا التوافق الجديد. واضح أن بوادر هذه المصالحة إلى حد كبير جدا أعطت إيحاء لكثير جدا من المراقبين أو المتابعين بأن هناك جدية فعلية من طرفي النزاع أو طرفي الصراع داخل الوضع الفلسطيني في هذه المصالحة. شفنا ده من خلال الوفد الحمساوي اللي زار القاهرة، قيادات اكبر قيادات في حماس، اسماعيل هنيه او موسى ابو مرزوق او خليل الحيه او يحيى السنوار وغيره من القيادات الحمسويه، ثم تابع ذلك قيادات كبيره ايضا من فتح، ثم وصول حكومه الوفاق الوطني الى القطاع غزه مع وصول وفد من جهاز المخابرات المصريه الى هناك، وبدات سلاسل تسليم وتسلم. يعني الحقيقه فدي كلها اعطت بوادر بان هذا الاتفاق تحديدا او بالذات هو اتفاق الى حد كبير جدا اتفاق جدي، وواضح بان الطرفين ادركا بان القضيه الفلسطينيه في مفترق طرق وان وضع القضيه الفلسطينيه في خطر وما عندهمش سبيل سوى هذا التوافق او هذه المصالحه. لماذا يتم الحديث الآن عن قضايا كانت تصنف على أنها من المحرمات بين الفصائل الفلسطينية مختلفة وتحديدا حركتي فتح وحماس، الحديث عن إدارة المعابر وتسليمها، الحديث عن العناصر الأمنية المنتشرة في قطاع غزة كيف يمكن أن تكون تابعة لجهاز الأمن الفلسطيني؟ هذه مسائل كان من العسير تماما الحديث بشأنها فيما مضى من سنوات. لماذا هذه المرة كل هذه القضايا التي تبدو شائكة يتم الحديث فيها جملة واحدة؟ يعني وجهة نظري أن هناك طرف ضامن أصيل أخذ ثقة طرفي الصراع وهو مصر. الحقيقة يعني مصر داخلة بثقلها في هذا الوضع، وداخلة بثقلها في إتمام إجراءات المصالحة، وبدرجة أو بأخرى هي موجودة في كل أطر وفي كل المباحثات وفي كل الاتفاقيات اللي تمت في هذا الإطار، وهناك يعني مبدأ ثقة ولدت ما بين حماس وفتح وما بين مصر. الحقيقة ما نقدرش نبخل هذا الوضع. الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، هو ما كانتش محرمات بمعنى محرمات، هي كانت هناك شكل من أشكال فقد الثقة ما بين طرفي النزاع، ما كانش فيه ثقة ما بينهم. واضح بأنه حالة الاستقطاب الإقليمي والاستقطاب الدولي لعب الدور، واضح بأنه النتيجة المترتبة على الانتخابات البرلمانية اللي أجريت في قطاع غزة والضفة الغربية في 2006 يعني تركت شرخ الى حد كبير جدا عزز بوادر هذا الفقد من الثقة. الكل ادرك بعد هذه السنوات بان القضية الفلسطينية وصلت الى هذه الحالة اللي بنتحدث فيها. العالم العربي منشغل بذاته ومنشغل بكثير جدا من قضاياه الداخلية، الوضع في سوريا، الوضع في العراق، الوضع في اليمن، في ليبيا، العلاقات العربية، ناهيك عن المجتمع الدولي والإقليمي اللي إلى حد كبير جدا سلم أولويات القضية الفلسطينية بالنسبة له تأخرت كثيرا. فسبيل تحريك هذه القضية وإعطاء بوادر أمل خاصة بها متصور هو اتفاق المصالحة، والمصالحة لمصلحة من؟ المصالحة لمصلحة طرفي الصراع، لمصلحة كل الأطراف. دكتور مختار، يعني حضرتك أشرت إلى لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سبب من بين الأسباب التي أوغرت صدور كلا الطرفين وفاقمت من عمق جرح الانقسام هو مسألة الاستقطاب الحاد الذي كان حاصلا على مدى السنوات الفائتة. حقيقة الأمر أن هذا الانقسام أو هذا الاستقطاب كما وصفته حضرتك، الاستقطاب الحاد، صار موجود وبشكل أكثر شراسة في المنطقة بأسرها. مسألة التشرذم والتشظي الحاصلة في المحيط العربي بأكمله ربما تتفاقم يوما بعد الآخر، كل هذه المعطيات ربما كانت تقود إلى استحالة تقريبا إتمام المصالحة. كيف استطاعت القاهرة في ضوء كل هذه الألغام الموجودة أن تنجز المصالحة وتبدو أقدامها أكثر رسوخا هذه المرة؟ يعني الرسالة الواضحة إلى الطرف الفلسطيني بأن الوضع الفلسطيني، القضية الفلسطينية في خطر يعني،
وربما تكون هناك وعود آتت من الولايات المتحدة الأمريكية أو العالم الغربي بتحريك هذه القضية شرط إتمام إجراءات المصالحة أو التوافق، لأنه الطرف الإسرائيلي أو الطرف الأمريكي أو الطرف الغربي أو أي طرف إقليمي أو طرف دولي كانت الحجة الرئيسية بالنسبة له لتحريك أطر هذه القضية أو للتباحث بشأنها أو إطلاق مفاوضات خاصة بها، وإن كان كل ذلك محتاج آليات كثيرة جدا من الممكن أن نتطرق إليها. كانت الإشكالية الأهم فيها هي الخصام أو الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، هنتكلم مع حماس ولا نتكلم مع فتح، هنتكلم مع أي طرف، هذا الصراع إلى أين، ودي كلها طرحت أسئلة كثيرة جدا. فمن هذا المنطلق دخلت مصر بعمق في يعني في أو بثقل في إتمام إجراءات هذه المصالحة، وكانت الرسالة الواضحة أن مصر معنية بهذه القضية منذ سنوات ومنذ عقود طويلة، ويعني دعونا نبدأ صفحة جديدة ودعونا نضع إطار لاتفاق مصالحة ونضغط من خلال هذا الإطار وهذا الاتفاق على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي ونشوف آلياته إيه. يعني إسرائيل طبعا ليست سعيدة بهذه المصالحة وأمريكا تترقب، لكن بدرجة كبيرة جدا أنت عليك أنك أنت تبدأ بهذا الإجراء، إجراءات المصالحة وإجراءات التوافق وبناء الثقة ما بين طرفي الصراع الفلسطيني، ثم الإجراءات الأخرى. إحنا لسه داخلين على إجراءات تالية، الانتخابات الفلسطينية شكلها إيه، هيكون هناك انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية ولا لا، إدارة المعابر هناك توافق عليها بالتأكيد بحكم يعني وجود آليات هذه المعابر مع الرئاسة الفلسطينية أو مع الحرس الرئاسي الفلسطيني، لكن هذه الأمور كلها خاضعة لتجارب عملية على أرض الواقع هتثبت هذا الوضع أو يعني هتفتح نقاش ربما بشأن بعض الأمور. دكتور مختار، بمناسبة المعامل الإسرائيلي، دولة الاحتلال ورئيس الوزراء فيها كان يتحدث بشكل دائم حال محاولة إتمام مصالحة فلسطينية في أي من المراحل السابقة، ويقول للرئيس الفلسطيني إما أن تختار التفاوض والحوار مع حماس أو أن تختار التفاوض والحوار مع دولة الاحتلال، ما يعني أن الرجل يرفض تماما وجود حماس كجزء من كيان مفاوض مع حكومته. كيف يمكن التعامل مع هذا المعطى في ضوء المرحلة المقبلة؟ يعني شوف، يعني إسرائيل إذا تمت المصالحة هي غير راغبة فيها، وإذا كان هناك خصام فلسطيني هي سعيدة به وأيضا يعني مبسوطة بدرجة أو بأخرى. إسرائيل ليست راغبة في إقامة دولة فلسطينية، لا جوارها ولا دولة فلسطينية لها معالم، ومش عايزين نرجع من بداية النزاع الفلسطيني من القرار 181 ل 47 مرورا ب 424 338 ثم المفاوضات الثنائية من 1990 حتى 2007 مؤتمر أنابوليس، ودي كلها يعني أمور نستطيع أن احنا نتحدث فيها. لكن هذا الأمر بالذات علينا أن ندرك أن إسرائيل ليست سعيدة بهذه المصالحة، ووجود حماس بجانب فتح وضامن بحجم مصر وبثقل مصر في هذا النطاق مفترض عند توافر يعني حسن النية أن يهدئ إسرائيل، وأن احنا نبدأ نتحدث إذا كانت إسرائيل راغبة في ده. لكن بدرجة كبيرة جدا إسرائيل كانت ترغب في وقت من الأوقات أنه لا بد من وجود هذا الفراق، وفي نفس الوقت تتحجج في كثير جدا من أحاديثها أنك هتتحدث مع مين من جانبي الطرف الفلسطيني أو جانبي الصراع الفلسطيني، نتكلم مع فتح كسلطة فلسطينية ولا نتكلم مع حماس. طب الشرخ الفلسطيني جزء بيدير قطاع غزة وجزء بيدير الضفة، وكلا الطرفين مش متحكمين على فكرة، يعني لا السلطة الفلسطينية متحكمة في الضفة، الخروج من الضفة والعودة إليها بإذن إسرائيل وكلنا ندرك ده، وغزة قطاع غزة محاصر يعني، ويعاني الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة من ولاية هذا الحصار. فبشكل كبير جدا إسرائيل ليست مستريحة، وعلينا أن احنا نشكل عنصر ضغط ليس من الطرف الفلسطيني بس أو الثبات الفلسطيني، ولكن علينا أن احنا نشكل عمق عربي إسلامي يستطيع أن يضغط على إسرائيل بجدية، ويستطيع أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بحث ونضع الولايات المتحدة الأمريكية أمام مسؤولياتها. ليست المسألة قد تكون وجهة نظر البعض مرتبطة بالعمق العربي الضاغط بقدر ما هي مرتبطة بالعنصر الذي يملك فعالية أكبر على سلطة الاحتلال، وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضت لها في حديثك أخيرا دكتور مختار. الرئيس السيسي، كانت مصر قد خطت خطوات طيبة ولا بأس بها تماما في سبيل إنجاز المصالحة قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ذهب الرئيس السيسي وجزء مهم أو أساسي من خطابه كان مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي، وهو التقى كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ولا إدارته تململا أو ضيقا واضحا من إتمام المصالحة.
ما هو طبيعة الخيط الذي كان رابطا بين الرئيس السيسي وبين دونالد ترامب في سبيل تحييد الولايات المتحدة الأمريكية عن إفساد المصالحة الداخلية؟ يعني ربما تهيئة الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني هذا الوفاق الفلسطيني الجديد ربما يتيح فرصة لإطلاق مفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، يعني يهدئ من وتيرة هذه الصراعات الموجودة في المنطقة العربية، ونعطي أمل للشعب الفلسطيني بأن القضية الفلسطينية في سبيلها للتحريك، وإن من الممكن أن يكون هناك أمل في إحلالها أو أمل في حلها. وانا متصور انه دار حديث بين مصر وبين الولايات المتحدة الامريكية في هذا النطاق، بس حقيقي الولايات المتحدة الامريكية من وجهة نظري هي ليست وسيط نزيه، يعني مش وسيط الى حد كبير جدا تستطيع ان تتحدث معه باريحية ما بين الطرفين. وانظر الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل انسحبت من اليونسكو، نعم، وارسلت خطابا رسميا بذلك اعتراضا على عضوية فلسطين داخل منظمة اليونسكو. فيعني جدية الولايات المتحدة الامريكية في حل دولة فلسطينية او في خلق دولة فلسطينية متصور مش موجودة بدرجة كبيرة، لكن هي لها مصالح في المنطقة العربية ولها علاقات هامة مع اطراف عربية مؤثرة، اذا كنت تتحدث عن مصر او تتحدث عن الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية او غيره، والولايات المتحدة الامريكية معنية بده. لكن مشكلة الولايات المتحدة الامريكية منذ وتيرة هذا الصراع او منذ فجر هذا الصراع ربما حتى هذا التاريخ ان هي تتبنى الطرح الاسرائيلي ثم تطرحه على الجانب العربي وتضغط من خلاله. يعني طب احنا دولة فلسطينية على حدود 67 ولا مش دولة فلسطينية على حدود 67؟ طيب وبأي آليات؟ هل هناك حديث عن الدولة الفلسطينية؟ لو انت رجعت الى المفاوضات الثنائية اللي عقدت بين الطرفين سرية من 1990 ثم بدأت علنية من 91 بقى مدريد وويريفر وشرم الشيخ واسلو 1 واسلو 2 وغيره، كنت تتحدث في اي شيء الا شكل الدولة الفلسطينية؟ يعني تتحدث عن عودة اللاجئين عندك مشكلة، تتحدث عن اطار لهذه الدولة عندك فيها مشكلة، تتحدث عن تحكم ودولة لها معالم شعب وارض وجيش وشرطة يتحكم فيها عندك فيها مشكلة. دكتور مختار، يعني هل يمكن عندما وافقت في ظل المفاوضات الثنائية بين الجانبين الولايات المتحدة الامريكية هل يمكن ان تتعامل مع هذا الوضع الجديد، وضع المصالحة الداخلية الفلسطينية، باعتباره شأنا داخليا فلسطينيا؟ والله اجزتم المصالحة هذا شأنكم، لكن المسألة لا يجب بالضرورة ان يترتب عليها حلحلة فيما يتعلق بالوصول الى حل الدولتين. هل يمكن ان تتعامل الولايات المتحدة وفق هذا المنطق؟ يعني اخشى ما اخشاه ان يكون ده مطروح، يعني اخشى ما اخشاه، واخشى ما اخشى ان تكون المفاوضات المزمع اطلاقها او المفاوضات اللي احنا هنتحدث بترتيبات خاصه بها تكون يعني لتطييب الوضع الفلسطيني. ليه؟ لانه الولايات المتحده الامريكيه بالحديث اللي انا اشرت اليه وانسحابها من منظمه اليونسكو اعتراضا على وجود فلسطين فيها واسرائيل معاها، وإطار المفاوضات اللي انطلقت ما بين الجانبين من 1990 حتى 2007 مؤتمر أنابولس، كل ده كان برعاية أمريكية في ظل المفاوضات الثنائية. لكن المحظورات الخمسة اللي من ضمنها حق عودة اللاجئين وغيره، وعشان كده احنا لما جينا في مؤتمر القمة العربي سنة 2002 اللي عقد في بيروت وأطلقنا المبادرة العربية، يعني مصالحة كاملة عربية إسرائيلية شرط إقامة دولة فلسطينية على الحدود 67، ردت إسرائيل ب 14 تحفظ وما شفناش أي تحريك في هذا الإطار. وحتى فرنسا لما دعت الى مؤتمر دولي في ديسمبر 2016 خاص بالقضية الفلسطينية طرفي الصراع ما حضروش، لا اسرائيل حضرته ولا الجانب الفلسطيني حضروه. فالقضية الفلسطينية من وجهة نظري في هذا المفترق الخطير بالنسبة لها محتاجة حراك اكبر من مسألة المصالحة الفلسطينية. المصالحة الفلسطينية انت بتثبت الوضع الداخلي، وبدرجة او باخرى لا تعطي حجة للاطراف الاقليمية والاطراف الدولية المتدخلة في هذا الشأن، ثم بعد ذلك لن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية ولن تستجيب إسرائيل ما لم تدرك أن مصالح كلا الدولتان في هذه المنطقة العريضة وهذه المنطقة الكبيرة في خطر، وعلى المحك ما تفصلش البعد المالي والعلاقة المالية بين العرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية عن حل القضية الفلسطينية، ما تفصلش النفط عن ده، ما تفصلش العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين عن ده، ما تقولش لا العلاقات الثنائية شيء والوضع الفلسطيني شيء، مش هتحل دولة فلسطينية ومش هتجني دولة فلسطينية. دكتور مختار، الحديث باختصار لو سمحت في أقل من نصف دقيقة إذا أمكن، إذا كانت حماس تنتقد السلطة الفلسطينية على مدى العقود الفائتة بأنها أهدرت الأعوام تباعا دون أن تنجز شيء بخيار المفاوضات، ما الذي يمكن أن يتغير في عقيدة الطرفين مستقبلا؟
باختصار لو سمحت. يعني وجهة نظري الذي سوف يتغير هو الآلية الجديدة، هو الطرح الجديد، هي وعود ترامب ربما، هو الضمانة المصرية ربما، هو وضع المفترق الدولي والإقليمي ربما أمام هذا المحك الكبير. لكن خلينا أقول لك القضية الفلسطينية محتاجة حراك شديد. يمكن أن تتحدث باستفاضة دكتور مختار، يعني منحنا مزيدا من الوقت من قبل الزملاء، تفضل حضرتك إذا كنت تتحدث بعجلة وأنا أقدر ذلك أن تستفيض إذا شئت. صحيح، يعني بالمعنى انه ربما يكون الحراك الجديد اعطى امل، وربما تكون الولايات المتحدة الامريكية اعطت وعود، وربما الضامن المصري الجديد في هذا السياق داخل بقوة في هذا الامر. لكن علينا ان نقر مبدأ ان الولايات المتحدة الامريكية، انظر الى طريقة ادارة مفاوضاتها مع ايران، والى طريقه صراعها مع كوريا الشماليه، والى طريقه الصراع بينها وبين روسيا، وانظر الى طريقه حديثها مع الجانب العربي فيما هو مرتبط بالقضيه الفلسطينيه. يعني تستشعر فروقا كبيره وتستشعر امورا كثيره. ده جاي من منطق ايه؟ جاي من منطق ان انت بعدت اصول هذه العلاقه عن مبدا حل القضيه. وخليني ارجعك وارجع الساده المشاهدين الى ما بعد 73. زار هنري كيسنجر، وانا قررت الموضوع ده كثيرا، زار هنري كيسنجر عراب السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية المملكة العربية السعودية، وذهب الى الملك فيصل وتحدث معه مازحا ان طائرته موجودة في المطار ويريد ان يزودها بالوقود، فرد عليه الملك فيصل انا رجل بلغت من القبر عتية واريد ان اصلي في المسجد الاقصى. ثم عندما غزا صدام حسين الكويت وزار جيمس بيكر المنطقة العربية، هنري كيسنجر وقتها في هذه الواقعة خرج وقال انا ادركت تقريبا انه لا حل، لان الرجل اظهر تجهما واضحا ولم يبادلني حتى المزحة بالمزحة والابتسامة بالابتسامة. صحيح، اذا انت هنا وضعت النفط ووضعت العلاقة ووضعت المال في سبيل حل هذه القضية. هل هذا الامر تستطيع انك انت توفره الان؟ هل نستطيع ان احنا نتحدث بشأنه الان؟ هل تستطيع ان تكون رسالتنا الى الولايات المتحدة الامريكية والى العالم الغربي ان هذه القضية هي قضية العرب، وان هذه القضية هي ام القضايا للمسلمين، وان المسجد الاقصى هو الاهم بالنسبة لنا، وانه علاقاتنا مع بعض مرتبطة بحل هذه القضية؟ اذا هذه الرسالة وصلت ووصلت بشكل صريح وجد الى الولايات المتحدة الامريكية، انا متأكد ان سوف يكون هناك حراقا لهذه القضية. ما لم يكن ده اعمل بقى مفاوضات. شوف الاستيطان زاد بنسبة 44، التقديرات تتحدث انه زاد بنسبة 44% في ظل المفاوضات الثنائية اللي عقدت في التسعينات، وزاد بنسبة 33% في ظل المفاوضات الثنائية اللي عقدت في الالفينات. الاسرائيل ماشية بنسق من 1972 حتى هذا التاريخ، المخطط الهيكلي لمدينة القدس. لسه من 3 اسابيع عائلة شمانسة، منزل عريق منذ عقود ومنذ سنوات مئات السنين تسكنه وتتوارثه، دخل فيه مستوطنين ونهوا المسألة. وقانون أملاك الغائبين، تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، المستوطنات وطريقة انتشارها، يعني قانون تقسيم الزمان والمكان بعد حريق المسجد الإبراهيمي 1994، قول في هذا الموضوع كثيرا. لكن انت بتوحد الجبهة الفلسطينية، ومحتاجين من مصر ايضا بحكم ريادة وبحكم القيادة وبحكم القوة المعنوية والادبية ان توحد الجانب العربي ونبدأ حراكا للقضية الفلسطينية. والحقيقة اذا سمحت لي، والقضايا العربية ليس يعني عيبا ان يكون الاطراف الضامنة بالنسبة للحلول السورية اطراف غير عربية، تركيا وايران وروسيا، لماذا لا تكون مصر فيها؟ ولماذا لا تكون السعودية فيها؟ وهكذا تغيرت الامور نسبيا يا دكتور مختار، على الاقل فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد الجديدة التي دخلت، سواء كانت في جنوب دمشق اخيرا او في غوطة دمشق الشرقية قبل ذلك ايضا بوساطة مصرية، او ريف حمص الشمالي الذي كان من بين المناطق التي دخلت خفض التصعيد. لكن هذا ليس موضوعنا دكتور مختار. الحديث عن المصالحة الفلسطينية هذا يعني بالضرورة اننا علينا ان نعود الى الدماء الجديدة التي ضخت، او القيادات الجديدة التي وصلت الى سلم القيادة في حركة حماس، السيد يحيى السنوار. امر لم يكن مفهوما للبعض ان ياتي هذا القياد القسامي، القياد العسكري الذي امضى اعواما واعواما طويله في سجون دوله الاحتلال، ثم ياتي بهذه النبره التصالحيه التي يقول حتى بحسم ان هذه المصالحه ستتم ودونها الرقاب. كيف تغيرت معطيات اللعبه اذا بوصول هذه القياده الى حركه حماس؟ يعني خلينا اقول لك، التاريخ اعظم درس.
يعني التاريخ والعبر أعظم درس. نيلسون مانديلا كيف قاد الحراك داخل جنوب أفريقيا، يعني ياسر عرفات وغيره من القيادة الفلسطينية والزعيم الفلسطيني الكبير. يعني المسائل وصلت إلى حل أنه لا بديل عن هذا الطرح. مع معطيات تغييرات الواقع الإقليمي والواقع الدولي بتتغير العقيدة الخاصة بك. ربما ترى المقاومة هي السبيل الوحيد في وقت من الأوقات، ثم ربما ترى التفاوض هو سبيل ثاني في وقت من الأوقات، ثم ربما ترى المقاومة والتفاوض هما سبيلين في وقت من الأوقات. معطيات الواقع الدولي والإقليمي بيفرض عليك فكر معين، الفكر ليس متجمدا، والقضية الفلسطينية هي قضية مهمة جدا ومحورية، وواجب على القيادات الفلسطينية قديمة وحديثة، يعني لا خلاف ما بين الطرفين أن هذا الفكر يتجدد وفق معطيات الواقع الدولي والواقع الإقليمي والواقع العربي. ليس مستغربا أن يأتي يحيى السنوار يعني كراجل مؤمن بعقيدة المقاومة المسلحة وغيره، ويأتي إلى مبدأ التفاوض وغيره من القيادات الفلسطينية. الحقيقة الواقع الفلسطيني والواقع العربي والواقع الإقليمي فارض أمرا معينا لا بديل عن المصالحة، ولا بديل عن التوافق، ولا بديل أن يتنازل الكل لمصلحة هذه القضية الفلسطينية، وأن نعطي الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية الحجة. حجة ايه للولايات المتحدة الامريكية؟ هذا الانقسام، نحن وحدة فلسطينية، دعونا، هل هناك دولة فلسطينية؟ ما هو شكل اطار هذه المفاوضات؟ اسرائيل مستجيبة ولا مش مستجيبة؟ هذه الاسئلة اللي هتطرح نفسها طوال المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، منضما الينا على الهواء مباشرة.